أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت
ولك الشكر على ما مننت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة إلى طريقك هديتنا وآخيت بين قلوبنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تكرم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب لا إله إلا الله العزيز الغفار سبحان الغفور التواب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا
اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجب، ويا الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجب، أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا علي الأعلى، يا علي الأعلام. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال العبد المذنب الذليل، أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، 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 اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار. يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا كريم اكرمنا، يا مغيث اغثنا، يا اكرم الاكرمين، ويا ارحم الراحمين. اللهم توفنا وانت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وانت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا عند الموت والقيامة من الآمنين، اللهم اجعلنا عند الموت والقيامة من الآمنين، اللهم اجعلنا عند الموت والقيامة من الآمنين، ولا من رحمتك من القانطين، ولا من عفوك من الآيسين. إلهنا وربنا ومولانا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقامت القيامة بأهوالها، بأي قدم نقف بين يديك، وبأي عين ننظر إليك، وبأي لسان نعتذر إليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مستغفرا
خيرا إلا غفرت له، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. رباه إنا غارقون في الذنوب، ورضاك عنا غاية المطلوب. لا شك يا ربي أنها مهما بلغت ذنوبنا أنت مزيل، فها نحن ندعوك فاستجب لنا، فها نحن ندعوك فاستجب لنا، يا من يجيب المضطر إذا دعا، يا من يكشف السوء عمن نادى، يا من يكشف السوء عمن نادى، يا الله يا الله يا غفور يا رحيم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا جليل يا كريم يا سميع يا بصير يا عليم يا حفيظ يا مجيب يا مجيب يا حنان يا منان يا ودود يا ودود يا صمد يا صمد يا صمد يا غفار يا قهار يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام يا علي يا كبير يا رافع يا خافض يا خافض يا رازق يا خافض يا رازق يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من رأس مالهم الدعاء، اللهم ارحم من رأس مالهم الدعاء، اللهم لا تعذب من سلاحهم البكاء، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم الليلة عبرتنا، اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.